اهلا يا ساعي البريد. اهلا بيك شتاق. هل تعلم ان درسنا اليوم كان عن حرف الميم؟ حرف الميم، نعم. وضيفنا ايضا اسمه محمد سعيد الحبوبي، يبدا بحرف الميم. ميم. نعم، ميم. ميم. وهل تعرف ان الميم حرف شفوي؟ استاذ احمد، انا هاي اللي راح تخبرني انت، كل مره تجيب لي حرف وتقول لي هذا شف. انا اعرف بالامتحان اكو شفوي واكو تحريري. زين، الحرف شلون؟ شفوي بمعنى ينطق بين الشفتين. ميم. 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 يعني قبل منا. ميم. ميم. هي فعلا. خاء. خاء منا. نعم. خاء ليس شفوي. ميم. ميم شفوي. يعني هاي المعلومة مرات ولا تلاميذ الصغار يحرجوني وهو يسوالف. ايش راح اسوي؟ راح اتعلم من عندك ذني اضمهن امشين عليهم. بالضبط. هل تعلم يا سائل البريد ان الاطفال حينما يبدؤون الحديث والتكلم فاول الحروف التي ينطقونها حرف الميم، عندما يقول ما مام فهو حرف شفوي يتعلق بالشفتين، ولكل حرف في اللغة العربية مخرجه الخاص، وحرفنا اليوم مخرجه الشفتان. صحيح، يعني الطفل أول ما يجي للدنيا ماما ماما. لأن أقدر أتعلم من مثلك. حرف الميم. الحقيقة سيدنا أنا يعني ما يعني شو أوصف لك سعادتي. شكرا. بلقائي بيك حقيقة نتشرف احنا. شكرا جزيلا. انت شاعر كبير ورمز كبير. الله يبارك فيك. الله يسلمك. حقيقة يعني مدينة الحروف اليوم راح تكون سعيدة جدا، والدرس اكيد راح يكون بحرف الميم لانه اليوم انت موجود. وانا سعيد بمدينة الحروف. نعم، محمد سعيد حبوبي. نعم. اليوم انت ضيف مدينة الحروف. الف شكر لكم. الف شكر. الف شكر. سيدنا. نعم. أريد منك شعرة. قول. من تخلص الجولة. نعم. عشاك يمي خافوا يعزموك. عشاك يمي. والله أنت كريم وابن كرام. إحنا نتعلم منكم. يلا ناخذ جولة. جولة. ضيفنا لهذا اليوم الشاعر محمد سعيد الحبوبي. مرحبا أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم سيكون عن حرف الميم، ولدينا ضيف مهم جدا وهو الشاعر محمد سعيد الحبوبي، والآن سأكتب حرف الميم. حرف الميم، هذا هو حرف الميم. والآن يا حمزة أعطيني كلمتين تبدأن بحرف الميم. مصطفى. بصوت أعلى. مصطفى ومرتضى. مصطفى ومرتضى، أحسن تصغير. مصطفى مرتضى يبدأان بحرف الميم. بصوت أعلى. ميم. بحرف الميم، أحسنتم. والآن يا بني أعطني كلمتين تبدأان بحرف الميم. مسبح. مسبح. نعم. ومريم. مسبح ومريم، أحسنتي تصفيق. مسبح مريم. مسبح يبدأ بحرف ميم. مريم تبدأ بحرف ميم. بصوت أعلى. ميم. تصفيق. والآن يا مريم أعطني كلمتين تبدأان بحرف الميم أيضا. مستشفى معلم. مستشفى ومعلم، أحسنتي تصفيق.
مستشفى معلم. يبدأ أن بحرف ميم بصوت أعلى. ميم. أحسنتم. حمزة قال مصطفى مرتضى. اسمان يبدأ أن بحرف الميم. وبنين قالت مسبح مريم. انظروا إلى مريم تبدأ بالميم وتنتهي بالميم. أما مريم التي تبدأ بحرف الميم قالت مستشفى معلم. اسمان يبدأان بحرف الميم. أحسنتم. تصفيق. حرف الميم من حروف اللغة العربية وننطق به من الشفتين ميم. مصطفى مرتضى مسبح مريم مستشفى معلم. أنا كم مرة جاي كم مرة حاجي كم مرة موصيكم البايسكل لحد إدنا هذا البيت هجموه فلشوه بس البايسكل لحد يصعد عليه. انزل. لا يا عم تنزل. لا يا ملاعين شنو درسكم اليوم؟ حرف الميم. حرف الميم. حرف الميم. حمزة ميمي. وين كلمة تبدأ بحرف الميم؟ أنا إيه ده أقول لك حمزة ميمي. ميمي. أنا ميمي. نعم صح ميمي. ميمي اسم بنية. ميمي يبدأ بحرف الميم. وأنتي مشتبة. صحيح صحيح صحيح. يلا واخلع عن البايسكل. لا ها احسب من الواحد للثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. ما ينزلون. أعزائي التلاميذ، يأتي حرف الميم في بداية الكلمة وفي وسطها وفي نهايتها. معاذ عمل تصميم. أهلا أهلا مشاهدي. يأتي حرف الميم في الجملة الإسمية مهيمن يلعب الكرة. أهلا بتلميذة الجميلة. أهلا. كيف كان درسنا اليوم؟ جميل. جميل. وما هو الحرف الذي درسناه؟ ميم. ميم. أنت شاطرة. أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الميم. مؤمل صحيح. محسن. ومحسن أيضا صحيح. و أساعدك. مهيمن. مهيمن. جميل جدا. أنت شاطرة جدا وتحضرين واجباتك المنزلية دوما. نعم. ونظيفة أيضا. يأتي حرف الميم في الجملة الفعلية ما جاء صديقي هذا اليوم. كيف حالك العمة توت؟ أهلا وسهلا بالشاعر الكبير محمد سعيد الحبوبي. شكرا لك. إن الشرف اليوم نشوفك بمدينة الحروف. وأنا لي الشرف أيضا. نورت مدينتنا. جدا سعيدة بيك وبوجودك. وأنا جدا سعيد. بما أنه أنت ضيف اليوم على مدينتنا مدينة الحروف، إن الشرف نسمع بعض من أبياتك الجميلة. بلادك نجد والمحب عراق، غير التمني لا يكون التلاق. ولو أن طيفا زار بطرفي ساهدا لكنت رجوت القرب بعد فراقي. Thank you.
أهلا يا حمزة. أهلا. كان درسنا اليوم جميل جدا بحضور ضيفنا الشاعر الكبير محمد سعيد الحبوب. والآن أسألك سؤالا، أعطني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الميم. مصطفى. مصطفى صحيح. مرتضى. مرتضى جميل. وبعد وشاعرنا محمد. محمد نعم صحيح، أحسنت، أنت طالب ذكي وشاطر جدا. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الميم في جمع المذكر السالم. الماهرون في العمل هم المبدعون. السلام عليكم. وعليكم السلام. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الميم في جمع المؤنث السالم. المؤمنات يفلحن في الحياة. أهلا يا بنين. أهلا. ما هو الحرف الذي درسناه؟ حرف الميم. ميم بصوت أعلى. حرف الميم. ميم. أعطيني ثلاث كلمات تبدأ بحرف الميم. مريم. مريم صح. مريم. مدرس. مدرس أنا صحيح. و مريض. مريض مثل عمة توتة عندما كانت مريضة. أنت طالبة نشيطة وجميلة أيضا. شكرا. أعزائي التلاميذ، سنضع حرف الميم في جمع التكسير. مكائد الشيطان لا تمس المؤمنين. الحقيقة يعني أنا هسه بقد ما أنا سعيد، بقد ما أنا مقهور، لأن الوقت وياك بسرعة خلاص، يعني حبيت تكون أكثر وقت ويانا. حقيقة تشرفنا بوجودك. أنت كريم وطيب. الله يسلمك. الله يسلمك. أخلاقك عالية جدا حقيقة، واليوم كان الدرس ممتع يعني بحرف الميم، كونه محمد سعيد الحبوب يبدأ بحرف الميم. الحمد لله والشكر لله. أنا دي أشكرك حقيقة أنه قبلت أتمشى وياك. شكرا. أنا اللي أشكرك. تفضل أوصلك. تفضل. تفضل. مستحيل قدامي. أرجوك أرجوك. لا تنسى الاشتراك والإعجاب في قناة شهاب الفضائية.